السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شو معنا فيديو أشياء صراحة لأول مرة في حياتي كان فيديو عن إنك تشتركوا في القناة أنا أسئلة 100 مشترك واضغط لايك أنا أسئلة أكبر عن مليون لايك في الفيديو. أوكي أنت بتشوف الفيديو انزل اشترك وشغل جرس التنبيهات يلا نبدأ الفيديو. معنا أول فيديو اتنين زبون السلة في بنك واحد زبونات إيدهم بذاتكم كوباية كل بنزل إزاي كل كوباية بتنزل الكوباية بتاعتها. واو شكلها عامل إزاي. عن وقت بيه راح كله ناس راح كله ناس مع بعض. دي بيلف الصحون بيعمل عرض بص لف اللي فوق بعد كده ايه هيلف اللي تحت لفهم ازاي. بص هيعمل عربية ونلفهم ونقفهم من جهة البلياردو حتى السيارة نخان بص خبطتها وهي لسه واقفة. بص ورجعت وخبطت التاني ودي مش فوقت. واو سجاير دي لزق نوع من اللزق. واو شوف اللزق بتمنع ميه قد ايه. هتلاقي دي نوع من اللزق جامد. هتلاقي نوع من اللزق دي جامد خالص. بص بحط تاني مش ولا نقطة ميه بتتشال. بص حط تاني بقى مش في ميه تشال. بعد كده هشيلها ميه هتنزل ايه تاني. بعد كده هحطها تاني بدل ما تغير البرميل ولا أي حاجة. لأ تجيب لزق وتلزق دي ملون العمارة. شوف ازاي واقف على الحبل بص بيزق الحبل وهو بيعمل مش بيحرك ايديه بنعمل بيدي كده رايح جاي. لا هو بيحطها بص بيدفع رجليه بعد بص هيروح طاير بالحبل ومدور التاني دي بيحطه تحت المصنع في الشفاير. بص بدل ما واحد يشيلها ويوديها هناك لا يحطها في الأرض ويتزعف على واحد. دي بيصلح الجزاز. شوفها مبسوط ازاي الآلة ديت. بص هو في أي كسر دي تزحلق على الماء يفقع معايا عشان يساعدوا بعض وكده. شوف مع بعض دي بيفتح حتة الرفيع بيفتحها بيفتح حتة رفيعة خالص. شوف ازاي يعني شوف ازاي مش بيقطع كلهم بس واحد. دي برضه نوع من اللزق اللي بيجمع المية. بس تلاقي نوع اللزق دي جامد خالص يعني جامد خالص. وصل المية بتدف خرسانة كمان وصلها وركب في أي حاجة. بس تلاقي دي نوع لازم دي جامد خالص وغالي. بص حطه تاني بص دي بتصلح أي حاجة أي مصورة مكسورة بيجيب اللازم دي بيلف من حوالين. دي بيقطع عامل زي السلايم سلايم. بص عامل ازاي وواحد عايز الناس يلعب فيه. دي برضه بيقطع حاجة فاكهة نوع من الفاكهة وبيقطعه. واو عمال يقطع فيه. دي مانجا دي برضو ايه دي بتاعة التفخيم وكده تنزيل العربيات. دي لازم يكون فيه بخار هوا ساخن عشان تلزق. بص لازم برضو ايه شغلانة صعبة برضو عشان ممكن يقطع حتة غلط تطلع يعملها من أول جديد. لا بص بتاع صعبة دي بتعمل عربيات وكده. انت مثلا عربيتك عايز تغير لونها تروح تعملها. دي دباسة بتدبس على نظام قرطاس بندبس بنحطها بندبس على طول بندبس اهي دي بتفرم التلج بتفرمه. بص بتكسر ازاي تنسفه تنسفه تنسفه. بص بيطلع كمان دي بتنضف الأسمنت. بص إلكترونية شوف معاه رمود وين ايه بيعملوا بالرمود على طول ولا جابه من هو جاي. دي برضه بيطلع حتة رفيعة نوع من الأكل بيطلع بره حتة رفيعة. واو عمال يقطع وعمال يقطع. تلاقي نوع من الخشب دي خشب 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 دي خشب. دي برضه تقتل الفحار تتم بصنع منه جلة يصنع منه أي حاجة. بص دي بتاع بتلف وهو جاي يمسكوا حاجة حادة اللي هما جاي يرسموا عليها. يجيب تشوف حاجة حادة موجب موسى عشان ينعمها بيديه. هيبدأ بقى يعمل رسم عليها دلوقتي بس شكله مش هيعمل رسم. دي بنعينها وخليها جامعة. دي برضه نوع من اللزق الزيت الزيت في العربية الزيت بتوزخ. شوف كده بقولك ازاي اللزقة بتعمل. بص حط اللزقة هناك في أي حاجة. بص دي بدل ما تغير التانك ولا تغير لا تجيب اللزقة وتحطها على طول ولا يحصل في أي حاجة ولا يحصل أي حاجة. اه بص دي برضه برضه دي برضه بتكون نظام زي الطهي اللون اللون من المبنى وانا مش عايز اتلون وكده.
دي برضه بيصنع خشب ديكور، برسم ديكور بيسموها يدوي مش آلي، فيها أشكال بتعمل بالآلة بس دي يدوي. دي لون برضه بيروح فين اللون ده؟ تاخد الصفة ولا حاجة؟ وين دي بقى؟ بيشوفوها بيمشي على إيه؟ جبل في حبل وبيمشي، بيمشي عادي ولا كان في أي حاجة. شوف بقى الموجع ممكن بقى يموت، هو واحد يبقى عايش لك وانت هيمشي. ايه دي يا ابني؟ في برضه دول بتاعهم الكعك اللي بتاعهم، واو عمال يقطعهم. في برضه النحاس لون الفرق اللون، في بتاع البنات وكده، بتاع البنات في دي بتشيل حاجة من جواها، تلاقي دي في الجيم ولا حاجة بمصورة. دي بقى دي بتاع تلفت أي حاجة، لف السجاج وكده دي بتكون جواها. دي بتاع شوف سكينة عاملة ازاي، ملتوية، سكينة ملتوية، بص عمال يقطعها. ده بقى بأكبر مادة ملونها، ملون اتنين فخار. شوف المشهد الأول اللي كمان يعمل فيه في الآخر عامل الخيزران، بتاع الخيزران مش عارف بتستخدم فيه في علاج أو في طهي أو بتستخدمه في حاجة. الخيزران ده شوف السكينة حامية ازاي، النحاس بيستخدم في مولدات الكهرباء وكده، بيستخدم في مولدات الكهرباء. دي بيصنع طهي، الطهي ده اللي هو بيصنع وقت وحاجات بقى من بين ده وحاجات عرفات وبرنامج الحمد لله. شوف دي واو عامل ازاي، لان دي سنايبر كمان. شوف دي ورق، دي ورق، دي قطعها. شوف بتعمل ازاي في الاخر، دي واحد بيجري جوه حلبة. شوف كل ما يجري كل ما يبدل اكتر بترتفع. دي برضه نوع من التمارين، برضه نوع من التمارين عشان نقدر نكلب زي الفار كده، دي الفار بدون ما يعمل. واو دي برضه ملزق سبحة ملزقة أشكال بتاعت رمضان فانوس أي حاجة. عمال يعمل عمل دبدوب في الآخر. واو دي نوع برضه من الزيت، بس دي زيت ناشف، ونوع برضه من باع طهي ولا أي حاجة، دي زيت ناشف برضه. وعمال يعمل شوف دي برضه عامل زي نوع برضه من الأكل. وعلى عايز واحدة زي دي يروح وكلها.